يلا نشوف الحالة العاطفية لبرج الأسد، أخبارها إيه؟ أوكي، تمام. طيب بص يا برج الأسد، اللي أنا شايفاه والله أعلم، ما شاء الله جميل 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 جدا جدا جدا. طيب اللي أنا شايفاه حالتك دلوقتي، أنت جاتلك زي ما تقول حالة استغناء، فاهمين قصدي؟ لما تكون انت مع شخص وحاسس مش حاسس بأمان كامل، او ما بتاخدش العطاء اللي انت تستحقه او اللي انت عايزه، فيبتدي عقلك يعمل حالة من الاستغناء. اوكي، انت مش هتديني، انت مش هتديني اهتمام، او مش هتديني الوقت، او مش هتديني ايا كانت الحاجة اللي انت عايزها من شريكك، فانا هيبقى عندي حالة استغناء ولا يفرق معايا. بتهرب من مواجهة حاجة معينة، انت بتهرب من حاجة، بتهرب من مواجهة حقيقة، يمكن انه ان انت تستحق افضل. دي حاجة دايما بتبقى العلاقات، لما بتبقى في علاقة فيها حب جامد قوي، بنبتدي مش عايزه اقول نضحك على نفسنا، بس اللي هو ايه، بننيم نفسنا، لا كل حاجه تمام. حاله المواجهه دي، انه لا انا استحق احسن، دي حاله من الهروب. فانت بتحاول توري ان كل حاجه تمام. مش عايزه اسميها الوضع اللي انت فيه، انت خارج، انت في حاله هزيمه، بمعنى اللي انت عايزه ما حصلش او ما بيحصلش. كويس، فانت مهزوم. كويس، يعني الطرف الثاني او الشريك كلامه هو اللي مشي، او طريقته هي اللي بتستعمل لحد دلوقتي، مش طريقتك، مش انت. فانت مهزوم، او هو جاي عليك وانت بتحاول تبين انه لا لا، ده بمزاجي على فكرة، هو بمزاجي. انت بقى قادرة، هو بمزاجك ولا مش مزاجك؟ اللي انا شايفاه مزاجك، انت عايز تنسحب، انت عايز تنسحب، وعايز ندمان على وقت كتير قوي انت اديته، وعطاء كتير قوي قوي قوي، انت نفسك تبعد، نفسك تبعد. بس طبعا مش بالساهل كده، البعد مش بالساهل كده، لانك شايف شريكك هو العيلة، الناس المتزوجين انت شايفه هو العيلة والاستقرار والاطفال والحياة كلها، هو انت شايفه كده. لو بعدت الصورة دي هتنهار خلاص. الناس اللي ما ارتبطوش، فهم شايفين شريكهم ده هو العيلة المستقبلية، يعني على اعتبار ما سيكون، هو بنى حياته الصورة بتاعت العيلة معاه. صعب ان هو يعمل عملية ريبليسمنت، يحط حد تاني بداله. شايفه الشريك، شايفه يعني الشخص اللي هو بيثق فيه، الشخص اللي هو عارفه، الحبيب، هو انت شايفه الحبيب. طب تعالوا نشوف بقى شريكك الناحية التانية اخباره ايه. شريكك بيحبك على فكرة يا اسد، ومرتبط بيك جدا، the lovers، هو في حالة من عارف كده كده لازق فيك، ما يقدرش يبعد عنك، بيحبك جدا، بيثق فيك جدا، نورك يا هنا. بس هو حالته دلوقتي، هو مش عارف يدي. هقول لكم ليه. ممكن يكون حاجة من اتنين، على حسب طبعا الحاجة اللي هو عايز يديها. لو احنا بنتكلم عن مشاعر وعن اهتمام، فهو مش عارف يدي، لان الشخص ده اتقرص من حاجة قبل كده، مقروص جامد، هو كمان جايلك بمشاكله، فهو مش قادر يقوم بحركة اندفاعية فيها مشاعر صريحة كده، لان اللي جايلك ده مقروص. فلنفرض ان الحاجة اللي انت محتاجها منه دي حاجة مادية، اوكي، لو هي حاجة مادية، فهو اللي معاه على قده،
هو اللي معاه على قده نفسه يتفتح له باب رزق جديد، نفسه باب رزق جديد. فلنفرض ان هو الموضوع مش موضوع فلوس، نفسه في طاقه جديده هو ما عندوش. فاحنا وصلنا كده للكونكلوجن بتاع الموضوع، شريكك مش بيدي لك بخل او قله اهتمام او قله حب او قله عطاء، لا هو فعلا ما عندوش. لو هي فلوس فهي مش معاه، لو هي مشاعر فهو الحته دي عنده مأذيه مش قادر يدي فيها دلوقتي. فهمت قصدي؟ شايفك ازاي؟ شايفك ابتديت تعتمد على نفسك فعلا، في حاله اعتماد على النفس، ابتديت تستغنى او بتحاول توريله وتديله علامات واشارات انك خلي بالك انا ابتديت استغنى، وشايفك بتخبي عليه، ما بقتش كتاب مفتوح زي الاول، الدنيا اتغيرت ما بقتش زي الاول، بقيت بتخبي حاجات، ما بقتش تقول كل حاجة. طبعا انا بتكلم عن المشاعر دلوقتي وعن الافكار، ما بقتش تشاركوا افكارك، ما بقتش تشاركوا احلامك او احاسيسك في حالة من الحاجة المستترة، the high priestess، الحاجة المستترة، وهو شايف ده، هو عارف ده. الطاقة ما بينكم يا جماعة الطاقة حلوة قوي، الطاقة واضح ان هي فيها بدايات جديدة، بمعنى ان كل لما تيجوا بالعلاقة دي تقولوا مفشكلها تبتدي بداية جديدة، تطلع شمسة تانية. بصوا عارفين ليه دايرة ملهاش نهاية. العلاقة ما بينكم صحية جدا ودايما فيها رجوع. بصوا على طول تروحوا فين ما تروحوا رجوع. اول لما يحس ان انت بتبعد عنه او ان هو هيخسرك يبتدي يمسك فيك تاني ويقول لك لا خليك انا هعمل 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 هعمل. تبتدي انت تبتدي صفحه، تفتح صفحه تانية وتبتدي تدي او تبتدي تستنى لحد ما تشوف هيحصل ايه. ان شاء الله في مره من المرات هيحصل، في مره من المرات. المهم ان الطاقه ما بينكم جميله جدا، الشخص ده مش بيستغلك يا اسد، او هو مش بيحبك او بيخبي عليك حاجه، الشخص ده ظروفه هي دلوقتي مش سامحه باكتر من ده. فانا نصيحتي ليك هقولها لك، هنسحب حكايه دلوقتي للحاله اللي احنا فيها دي. تمام يا مر، هنصحكم تعملوا ايه؟ بس اللي انا شايفاه انه اختياراتكم مش كثيره، لانه عينه لشوشتكم زي ما هو واضح بتحبه جدا جدا، او في اسره خلاص هي عائله وما ينفعش تتشتت. هقول لكم تتعاملوا مع الموضوع ازاي، بس هي حاله الاستغناء دي فكره كويسه جدا، واللي بتعملوه ده صح يعني كويس. ايوه حسسوه بالاستغناء ده، هيعمله هو الارم وهيخليكوا انتوا فعلا يعني ما تبقوش مستنيين حاجه بشكل مستديم بالطريقه دي. الموضوع ده مرهق. اللي بيحصل دلوقتي واضح انه في حاجات كويسه جايه اتجاهكم، ممكن تكون طاقه كويسه، ممكن تكون يعني امال جديده بتتفتح قدامكم، مبان جديده بتتفتح، فرص جديده، خير، في خير كويس بيحصل. واضح ان انتوا الاثنين ناس طيبين، ناس كويسين، ما بتاذوش بل بالعكس بتحاولوا تساعدوا وبتحاولوا تنفعوا اللي حواليكوا. فيمكن دلوقتي جه الوقت ان يترد لكم شويه من الخير ده، في خير جاي لكم ان شاء الله وجاي للعلاقه دي. بس ده ما يمنعش برضو ان في حاله تفكير بتمعن في العلاقه. الكارتين دول بيقولوا تفكير وتمعن، انت داخل يا اسد الفتره اللي جايه دي على مرحله تقييم للعلاقه، العلاقه دي رايحه فين، العلاقه دي مغزاها ايه. حاله انسحاب شويه، حابب تكون مع نفسك بتفكر لوحدك، انت واضح ان انت ما بقتش تشارك شريكك خالص في القرارات او في التفكير، انت فعلا بقيت في عزله شويه عنه. لكن شايفة انه انت هتخوض المغامرة، هتكمل المغامرة للآخر، يعني بغض النظر عن حالة التفكير والمعسكر التفكير اللي انت عامله ده، انما في الآخر هتكمل المسيرة، وشايفة انه هتجيلك طاقة حلوة جدا جدا جدا، واحتمال يكون في سفر زي ما قلنا. الكارت ذا فول ده بيبقى معناه سفر، يمكن يحصل سفر قريب، لعل يكون ده الخير اللي جايلكوا الفترة دي.
وشايفة انه حاجات قليلة جدا بتسعدكم. العلاقة دي حاجات قليلة وبسيطة جدا بتسعدها. فانا شايفة ان العلاقة مستمرة. لو حصل انفصال للأسد فانا شايفة انه هو فيه رجوع. شايفة علاقة مترابطة جدا جدا جدا، وحد يعني اتنين فعلا ما يستغنوش عن بعض.